في المستقبل؟ كيف ستستخدم الشركات التقنية الرقمية لتحقق تقدماً سريعاً وتصبح في الصدارة؟ أي خدمات وتجارب جديدة ستقدمها لإثارة حماس عملائها؟ كيف ستغير البيانات الضخمة أيديولوجية الشركات؟ وكيف ستساهم التحليلات في تحويل ذلك إلى بيانات ذكية؟ مع تطور الذكاء الاصطناعي، أي استراتيجية ستعتمدها الشركات للمحافظة على معاييرها الأخلاقية والربحية وضمان استمراريتها؟ وما الخطة التي ستطورها مجتمعاتنا للتصدي لمخاطر الأمن الإلكتروني؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك. أكسنشر واتصالات ديجيتال يدعوكم لتكونوا معنا في الحدث الأروع في العالم.